شهدت أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي أداء مختلطا خلال العام 2017 نتيجة عمليات جني الأرباح بعد أشهر متتالية من الأداء القوي. وأدت عمليات جني الأرباح إلى تراجع في معظم الأسواق الرئيسية بالتزامن مع الأداء الفاتر للتداولات على أسعار النفط التي تعد أحد المحفزات الرئيسية للأسواق الخليجية. وعن السوق الكويتي ذكرت شركة كامكو أنها رغم التراجع لبورصة الكويت إلا أنها لا تزال في صدارة الأسواق الخليجية من حيث الأداء، حيث نما المؤشر الوزني بنسبة تجاوزت 11%، فيما نما المؤشر السعري بنسبة 18% منذ بداية العام.